فاهم الحقير وينه لهالله، يخرب بيته من حاله. صلنا ساعة عم نستناه. يورب يا رب يجي فرزي بجامعة بجنوب افريقيا لحتى ارتاح من هالمرمطة هاي. شو بابا بابا مين عمل فيك هيك؟ عم تضحك يا حيوان، انا بفرجيك. اوش طلعوا له شلت زعران وتخانق معه. بس طربشت لك ياهم كلهم. لا واضح واضح مين طربش التاني. وانا شو مطلوب مني هلا؟ الدكتور قال لازم اصور له ايده، وانا بدي اروح على السوق اجيب لهم غرض. بس انا لحد هلا ما فهمت يعني ايش مطلوب مني انا حاليا. حيوان، انا عندي حيوان. بدك توصلنا يعني؟ في اغبى من هيك؟ شو؟ انا بدي سوق على السياره واتنقلكم معي. اقسم بالله العظيم السياره اذا بصر لها شيء فكك العلوي بدي افصله عن فكك السفلي. وانا كمان في احتمال جمجمتك اعمل فيها شيء طبخه عشان تحسب حسابك. يا رب ان كان سحرا فابطله. المفتاح بيتك من حالك. تفضل. اريد اخيكم فتح عيونك وصحصح وانتبه قدامك وعلى مهلك. ليش محسسيني اني بامتحان سواقه؟ والله فهمت. هاي ايفريبادي. لحظه، هي الجايبه لهون، هي ما تجي. انت جايلك يا حقيره. عيني عيني. ضحوني كمان ضحوني. صوتك ما يخرب الشارع. يا عالم انا ما عندي ولاد، انا عندي حيوانات. منيح هيك ما تمشي حال. يا لطيف عمرة قصة بدك تموتنا يخرب بيتك. ايش في ايش في؟ لك انا لسه عم شغل السيارة. على مهلك نحن مالنا مستعجل يا اخي. انتبه انتبه، شو بدك تضربه؟ لا تضربه. نعم لك شلون بدي اضربه انا اذا السيارة ما مشيت؟ ما مشيت والله ما مشيت. خلصنا امي، خليه يمشي بقى. عبادة شغل لي غنية ميان فارس جديدة بعد كأس العالم مشان اصور ستوري. ما انت هذا اللي شاطر فيه تصوير ستوريات، بس تطلع بالسيارة تصور ستوري، تطلع بالسكيت تصور ستوري. خرب بيتك من حواليك. خفف سرعة. لك بابا انا تخفيف ماشي 20 والله 20 ماشي. قدر تخف معك شوفير. شفناك هذيك المرة لما طعمتنا مخالف من المرور وقت تركتني وهربت، متذكرة منيح انا هاي. مزبوط. على مهلك انتبه قدامك انتبه. يا جماعة انا اذا بدي ضل ماشي هيك بكرة بنصالها مش هيصيركم خبر يعني. قلبي محسسني بده يصير شي حادث. قلبي محسسني هيك حسي انا. على مهلك ركبنا مستعجل. على مهلك يخرب بيتك. روح فيه كله ضرب. الله يبضي هالمشوار على خير يا رب. بس خليك وايفون، ما تحرك السيارة أو بنرجعها. عبادة السيارة ما بتحركها من الأرض. شو فهمنا؟ السيارة ما حركها خالصة. والله فهمت. لنشوف. راحوا عبادة. ممتاز. جاهزين حالك خدوج. تشبسوا. أم عبادة وين السيارة؟ ما بعرف، نحن مو تركناها مع عبادة هون. هالحقير قلت له ما تحرك من هون، أنا بفرجيه. ولي تأخرنا خدوج، أكيد طلعوا من المشفى. هالحقير وين راح يخرب بيته من حاله؟ أنا بفرجيك يا عبادة. وينه؟ عبادة انتبه، ابوك واقف الدهم. بعده الله يوفقك يا عبادة. كانت ايده صارت ايده واجره. راح الزلمي. قولي يا عمر مصيبة. اقسم بالله العظيم اليوم ما بتنام غير بالتربة. بتجي ايش عامل انا يعني؟ خراس وست بوزك. امي انت متاكده بتعرفي بتسوقي؟ تشبسوا. اهدي ام عباده، ام عباده اهدي 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 ام عباده. طبعا على مهدي. مو هيك امي، مو هيك. هدي طولي بالك. ولا انت شوف حمكم بالسواف. شوفوا هذاك الغبي بعد من الطريق يخرب بيتك من حالك. امي تبعي سيارة صار قدامك يا لطيف. بعدني Ha 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 ha!
عن شبابك يا ام عبادة، راحت السيارة كله من هداك السطر يخرب بيته من حاله عدى قدامي، خلاني اطلع على الرصيف منه. اجت الرافعة شايت السيارة وراح يتصلوا فينا بس يخلصوا. الله يوفقك يا ام عبادة، دافع عليها دم قلبي انا. خدوش وينه؟ ما بعرف، انا من وقت ما رجعت ما شفت منهم. رأتوا وينكم؟ خرب بيتك من حولك، ليش هيك حالتك انتي؟ لك انا عطشت رحت اجيب عنيت مي، وانا نازل على الشارع ما لقيت غير واحد غبي يخرب بيته رافعة ماشي وشيحته سيارة، لقيته غير عم زمش، قلت احسن ما يضربني نطيت على رصيف، وذاك الغبي راح دخل بعمود الكهرباء. السيارة كانت شيحتها. شو هي؟ بتشبه سيارتنا كتير كأنه هي، بس ما لحقت اشوفها لانه بسرعة دبت فيها النار.